قامت جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في قرية دهشور بالجيزة. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا بننزل هنا دهشور بشكل دوري كل شهر بقالنا سنة ونص دلوقتي. بننزل قافلة زي ما انتم شايفين، بنبدأ بتعبئة 250 شنطة او اكتر او اقل بحاجات بسيطة يعني، ونوزعها على الاسر بتاعتنا، يعني بنوزع على 250 اسرة. الموضوع مش متوقف على فكرة ان هي شنطة بتوصل لهم وبس، على قد ما هم خلاص بقوا اهلنا زيهم زي والدي والدتي في البيت، زيهم زي اخواتنا في البيوت. خلاص بقالنا سنة ونص بنعدي عليهم كل شهر كل يوم، والانشطة بتاعتنا مش متوقفة على فكرة ان انا باجي انزل شنطة، لا، عندنا برامج تعليمية للاطفال بنعلمهم ازاي يصلوا، ازاي يتعاملوا كويس، ازاي يتكلموا مع بعض بشكل لطيف. في زيارات مسنين، بنعدي على ما يقارب 50 مسن كل شهر. فالمبادرة مش متوقفة بس على ان انا بساعد حد بحاجة كل شهر، على قد ما هي متوقفة ان احنا خلاص بقينا من البلديات ويعني زينا زي اهلها بالظبط. المسنين او كبار السن لما بنروح لهم بيبقى بالنسبه لهم يوم عيد اصلا، بيسالوا علينا في التليفون ودايما بيكلمونا، والاطفال ما شاء الله عليهم يوم عن يوم بيتغيروا، فكل مره بيجوا فرحتهم لما بيشوفونا اصلا وبيجروا علينا ويحضنونا، دي بصراحه بالدنيا. فلا يعني هم اهالينا وبجد بيفرحوا لما بيشوفونا. الفكره كلها ان احنا المتطوعين اللي بيجوا من خلال مثلا يعني كلنا اغلبنا شباب مثلا من سن 14 سنه لحد 25 سنه، كل الناس ديت اغلبها بيبقى في جامعات مش عارف ايه، فاحنا بنجمع بعض اولا كاصحاب ومش عارف ايه وكده من الجامعات اولا، ثانيا من الـ يعني دروس ومش عارف ايه والكلام ده كله، الاطفال الصغيرين من المدارس، واوقات بنروح سناتر مثلا نعمل توعيه هناك عن التطوع وكل الكلام ده. وبعد كده في فورم مثلا على السوشيال ميديا بنطلعه كل تقريبا 6 شهور بنخليهم يملوه، اللي حابب يتطوع، اللي حابب ان هو يشغل وقت فراغه في الاجازه كل الكلام دوت، وهم بيملوه مثلا، واحنا بنبدا بقى نعمل ان احنا نكلمهم بالتليفون وكده وهم بيجوا يعني.